الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة الأعزاء، سنوات ثانية ثانوي جميع الشعب العلمية، مرحبا بكم مرة أخرى إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا معكم مع الجزء الثاني لمخطط رائع لمراجعة المرجح في المستوي. إذا بعدما شفنا مخطط للمرجح لنقطتين، اليوم جبت لكم مرجح ثلاث نقاط. أولا، إذا جي مرجح الجملة المثقلة أ المرفقة بالمعامل ألفا، و ب المرفقة بالمعامل بيتا، و سي المرفقة بالمعامل جاما. إذا أول شيء شفناه في درس المرجح أن متى نقول جي وحيدة وموجودة. طبعا شرحت لكم ما معنى موجودة. موجودة معناتها قابلة للإنشاء، ووحيدة معناتها لا توجد نقطة أخرى تحقق الشروط، يعني العلاقة الشعاعية راح نشوفوها بعد. متى تكون؟ إذا الشرط الضروري هو أن يكون مجموع المعاملات اللي هي ألفا زائد بيتا زائد جاما لا يساوي الصفر. هذا هو الشرط باش تكون موجودة. ثاني شيء، هذه النقطة جي، اسموها جي، اسموها اش، اسموها كا، المهم نقطة، سموها كما تحبوا. إذا جي هذه اللي هي مرجح النقاط الثلاثة راح تحقق العلاقة الشعاعية التالية. نكتب العلاقة الشعاعية التالية. ما هي هذه العلاقة الشعاعية؟ هي كالتالي: ألفا، لاحظوا معي الترتيب جد جد مهم، المعامل تاع أ، إذا في الشعاع جي أ، إذا لاحظتوا أن نبدأ بالمعامل ثم المرجح ثم النقطة أ، زائد نعود نفس الشيء المعامل تاع النقطة ب جي بي، ثم زائد جاما معامل نقطة سي جي سي. الترتيب قلت مهم جدا جدا، يساوي المجموع تاعهم يساوي الشعاع المعدوم. إذا هذه هي العلاقة الشعاعية اللي تحققها النقطة جي. قلنا أنها وحيدة لأن هي النقطة الوحيدة اللي تحقق هذه العلاقة. نتابع. إذا قلت نتابع، إذا باستعمال علاقة شال على الأشعة جي بي وجي سي، نكتبها لكم هذه العلاقة تاع شال. إذا عندنا جي بي باستعمال علاقة شال، عندما ندخل النقطة أ، إذا ندخل النقطة أ واش يمد لي هذا الشعاع باستعمال علاقة شال؟ راح يمد لكم جي أ زائد أ بي. العلاقة الثانية راح ندخل على جي سي نفس الشيء باستعمال علاقة شال، ندخل عليه النقطة أ، كتبت لكم سهم أ باش تفهموا أنني دخلت النقطة أ، واش نتحصل؟ نتحصل على التالي: جي أ طبعا زائد أسي. هذو هما العلاقات الشهيرة اللي نستعملها في المرجح ثلاث نقاط. ثم بعد ذلك هناك علاقات أخرى طبعا نكتبها لكم. الآن ندخل على AB، هذه ثاني نستعملها في التمرينات. الآن باستعمال علاقة شال أدخل AB، ندخلها نقطة G، وش يولي لي؟ يولي لي يساوي باستعمال علاقة شال AG زائد GB. هذه تستعمل أيضا في التمرينات. ثم بعد ذلك طبعا على آسي أيضا باستعمال علاقة شال وندخل النقطة جي في الوسط، راح باستعمال علاقة شال راح يخرج لي المساواة الشعاعية التالية: أجي زائد جي بي جي سي عفوا جي سي. إذا انطلاقا من هذه الأربع الأشعة راح نخرج بالنتيجة التالية. إذا ندخل إلى مدخل آخر هو طريقة الإنشاء. هناك طريقتين لإنشاء مرجح ثلاث نقاط. في مرجح نقطتين شفنا أن هناك طريقة واحدة، ولكن هنا عندي طريقتين. الطريقة الأولى طبعا باستعمال العلاقة شال المذكورة أعلاه، راح تخرج لي العلاقة الشعاعية التالية أجي، لازم تحفظوها. انطلاقا من أجي هذا، من هذه العلاقة الشعاعية، راح أنشأ بكل سهولة النقطة جي. وش عندي؟ هذه تساوي، لاحظوا معايا، بيتا معامل النقطة بي
على ألفا زائد بيتا زائد جاما، طبعا عندي ألفا زائد بيتا زائد جاما لا يساوي الصفر، إذن عندي الحق نقسم. مضروبة في الشعاع نبدأ أ بي، لماذا أ بي؟ طبعا ما جاتش هكذا فقط، استخرجتها من انطلاقا من هذه ودخلت علاقة شارل باستعمال هذه العلاقتين. ثم فقط كحيلة فقط لتحفظوها، أ جي إذن ندير بيتا على ألفا زائد بيتا جاما، وهنا واش ندير؟ أ نعود النقطة أ مضروبة أو أ بي، بي ديروا البي بيتا، بي بيتا باش فقط تشفوا لها، زائد جاما الآن على ألفا زائد بيتا زائد جاما. هنا بما أن ديت معامل نقطة سي، هنا راح نكتب الشعاع أسي، هذه فقط حيلة باش تحفظوها. إذا هذه العلاقة الشعاعية راح تنشأ لي النقطة جي، لأن أ و بي و أ سي هي نقط معلومة. هذا بالنسبة للطريقة الأولى. ندخل في الطريقة الثانية. إذا راح نشرح لكم الطريقة الثانية، وفي آن واحد راح ندخل فيها خاصية التجميع. الآن ما معنى خاصية التجميع؟ إذا جي، تابعوا معايا، جي مرجح الجملة المثقلة أ المرفقة بالمعامل ألفا، و ب المرفقة بالمعامل بيتا، و س المرفقة بالمعامل جاما. الآن وشنو هذه خاصية التجميع؟ عوضا ما ننشأ النقاط الثلاثة، لا، راح أنشأ أولا مرجح، راح نسمي أش مرجح الجملة المثقلة أ ألفا و ب بيتا. وش معنى الفكرة جات كيفاه؟ راح أنشأ مرجح النقطتين، وشفناه في الدرس الذي سبق، ثم نعاود هذا المرجح، النقطة هذه راح أنشئها مع النقطة الثالثة، يعني ندير نقطتين نقطتين، ندير مرجح نقطتين، ثم نعاود نجي المرجح هذا نشئه مع النقطة المتبقية. طبعا لازم، شرط ضروري، لازم ندي نختار النقطتين حيث المجموع تاع المعاملات لا يساوي الصفر، ما ننساهاش هذه المعلومه. يكون يساوي المجموع يساوي صفر، اش باش تكون اش موجوده. اذا بعدما اخذت، ماشي شرط ندي ا و بي، ممكن ندي ا و سي، ندي بي او سي، المهم نختار وين يكون مجموع المعاملات لا يساوي صفر. اذا حذاري من هذه المعلومه. اذا عندما انشئ انا اش هي مرجح الجملتين، طبعا بالعلاقة الشعاعية التالية، بالعلاقة شفنا العلاقة فيما سبق في مرجح جملتين، ما هي العلاقة؟ أ ندي النقطة الأولى أ في المرجح اللي هو أش، عندي الشعاع أش ماذا يساوي؟ يساوي بيتا معامل النقطة الثانية، يعني هي من الأحسن نقول معامل النقطة الثانية باش ما نغلطش، معامل النقطة الثانية على تقسيم ألفا زائد بيتا، تقسيم مجموع المعاملات مضروبة في جداء الشعاع. نبدأ بالأ، إذا بديت هنا بالبي نبدأ بالبي، إذا أ في النقطة الثانية بي، هكذا ديروا، عودوا روحكم ما تكتبوش دائما أ بي أ سي، لا، قولوا بلي أ إذا خذينا هذه أ، إذا نكمل أ في المرجح يساوي ب بيتا معامل النقطة الثانية على مجموع المعاملات مضروبة في الشعاع أ، بديت بالأ، إذا نكتب أ في النقطة الثانية شعاع أبي. إذا أتمنى فقط أن يكون واضح. إذا هنا خلاص نشأنا أش مرجح الجملتين. الآن وش راح ندير؟ راح أنشئ هنا الخطوة الأخيرة، ننشأ جي، لاحظوا معايا، ننشأ النقطة جي. الآن واش تولي النقطة جي؟ تكون مرجح الجملة، راح تتغير الجملة تاعي بعدما أصبحت ألفا بيتا جاما، يعني أ بي سي، لا، راح تولي الجملة أش اللي نشأتها من قبل، ولكن حذاري مرفقة بأي معامل؟ مرفقة بالمعامل ألفا زائد بيتا، والنقطة المتبقية اللي هي سي جاما. ما نديش أ أو بي، لا، ندي النقطة المتبقية باش ننشأها، باش يكون إنشاء صحيح. إذا كيف أنشئ النقطة جي مرجح الجملة هذه؟ بنفس استعمال العلاقة، شحال شغل عندي نقطتين. إذا راح أستعمل العلاقة التالية، مثلا ندي أش أو سي، ندي مثلا أش، أش ما الشعاع أش
جي مرجح، ندي المرجح ماذا يساوي؟ راني بين نقطتين، قلت أنه يساوي معامل النقطة المتبقية اللي هي سي جاما على ألفا زائد بيتا زائد جاما، مجموع المعاملات ألفا زائد بيتا زائد جاما طبعا مضروبة في أي شعاع يا الشاطرين؟ مضروبة في شعاع جيد أش، بديت بالأش نكتب هنا أش، وش نزيد هنايا؟ نزيد النقطة المتبقية أش سي، أش معلومة سي معلومة. إذا وش راح ندير لكي أنشئ النقطة جي؟ إذا نقسم القطعة المستقيمة بي سي على ألفا زائد بيتا زائد جاما، وندي منها جاما جزء، عدد هذا تاع الأجزاء من ألفا زائد بيتا زائد جاما، ثم أنشئ النقطة جي. أتمنى فقط أن يكون واضح. إذا كانت هذه أو آخر يعني معلومة جبتها لكم، فقط بقت لنا إحداثية مرجح ثلاث نقاط، راح نخليها في المرة الجاية إن شاء الله، لأننا ما قريناهاش في الدروس، ما درتها لكمش. إن شاء الله في الفيديو القادم راح نجيب لكم إحداثيات مرجح نقطتين وثلاث نقاط، وتشوفوا الإحداثيات كيف نلقاوها باستعمال إحداثيات A B C طبعا. هذا ما عندي اليوم، أتمنى فقط أن يكون المخطط أعجبكم والفكرة أعجبتكم أيضا. إذا أعجبتكم الفكرة إن شاء الله في كل مرة إذا كان الدرس مستعصي عليكم ندير لكم مخطط للدرس، خاصة هذا ينفع التلاميذ اللي ما عندهمش كيما نقولوا لا باسيونس بالفرنسيه، ما عندهمش هذاك يركز روحه يقرا درس درس درس، ما عليه الا ان ياخذ هذا المخطط. وانصحكم بالتالي، المخطط هذا تاخذوا منه صوره، نخلي لكم الوقت باش تاخذوا الصوره، ثم بعد ذلك اذا اخذتم صوره تخلوه على المكتب تاعكم او في الكراس تاعكم، دائما يكون تحت التصرف تاعكم. اي تمرين يكون لديكم يعني تستحضروا كل هذه المعلومات تاع الدرس. اتمنى فقط ان تكون الفكره عجبتكم. اذا نخلي لكم الوقت، قلت لكم باش تدوا صوره، نصغر لكم شويه صوره باش تاخذون يعني الصوره كما يجب. اذا اتمنى فقط ان تكون فكره اعجبتكم، وان اعجبتكم الفكره اعجبتكم القاء الدروس بهذه الطريقه، الى حبيتوا نتابع الدروس بهذه الطريقه انا يعني ما على باليش، اذا اعجبتكم الفكره انا نتبع الدروس هكذا، اذا ما عجبتكمش يعني تقولوا لا استاذه نحبوا الدرس يكون يعني يكون بتدقيق، لا عليكم. إذا في انتظار تعليقاتكم، راح نشوف كيف نتابع الدروس، إذا أو أتابع الدروس كما كانت من قبل، وفي كل مرة أضع مخطط. تعليق بسيط منكم راح تحفزوني على المواصلة، وأطلب منكم دائما أسماء الدروس من فضلكم من فضلكم، لأنني بعيدة عليكم، لست في الجزائر، لذا يعني لا أعرف يعني تسلسل الدروس. إذا ما عليكم إلا تعليق بسيط، كتابة منكم اسم الدرس، أتابع معكم البرنامج. في الأخير أقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله.